تمنح فعاليات أيام النزوة للتصميم مساحة رحبة لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة لإبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال التصميم، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لقطاع التصميم بمختلف أنواعه في مساقات التنمية المستدامة. ما رأيناه في هذا المعرض يتناغم فعليا مع توجهات الدولة، وأيضا مع ما وصل إليه العلم والمعرفة في جوانب التصميم المختلفة. ورأينا أعمال وإبداعات طلابية، ومنها الكثير التي حازت أيضا على جوائز إقليمية وجوائز دولية. الفعاليات المتنوعة التي بدأت من متحف عمان عبر الزمان شهدت إقامة معرض لأعمال طلاب قسم التصميم بكافة تخصصاته التي تشمل التصميم الجرافيكي وتصميم الوسائط المتعددة والتصميم الداخلي. احنا كطلاب نعرض مشاريعنا للشركات والمؤسسات بانها تطلع عليها، وفي نفس الوقت تعطينا فرص ان احنا بعدين نحصل فرص للمستقبل لنا، سواء في المؤسسات او في الشركات او في اي مجال اخر. انا هنا اليوم اقدم مشروعي اللي هو اعادة تصميم هوية بصرية لمؤسسة صغيرة عمانية محلية. هذا المعرض يقام سنويا زين من ادارة الجامعة وادارة تخصص تصميم، هنا نستفيد نحن نشوف أعمال الطلبة وناخذ عنها أفكار ونعطي أفكار الطلبة الباقين. الفعاليات في بعدها الآخر أكدت على أن التصميم أضحى صناعة إبداعية تلهم الطلبة ورواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في هذا المجال، فيما تسعى النسخة العاشرة من أيام نزوة للتصميم إلى توفير منصة للتواصل بين الطلبة والمصممين المحليين وعرض أفضل الأعمال التصميمية وتسويقها.